هو الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون قوامين على النساء، الرجال قوامون على النساء، يعني يقومون على تربيتهن وحفظهن والإنفاق عليهن، قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض من جهة الخلقة، وأنه جعل العصمة في يد الرجل، وأنه هو يسوق إليها المهر، وبما أنفقوا، لأن الرجل إذا تزوج المرأة اشتركها في الجماع، هو يستفيد منها من هذه الجهة وتستفيد منه، ويشتركان في الولد، يعني الولد إذا جاء يستمتع به الرجل والأم، يلاعبانه ويعني يربيانه، وإذا تزوج فرحة وإلى ما يتبع ذلك. لكن الرجل هو الذي ينفق على المرأة، وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات، الصالحات قانتات يعني طاعات، من علامة صلاح المرأة أنها مطيعة لزوجها فيما لا معصية لله فيه. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني هذه المرأة إذا غاب زوجها تحفظ ما أمرها الله سبحانه وتعالى أن تحفظه إذا غاب عنها زوجها من جهة العرض ومن جهة المال. واللاتي تخافون نشوزهن، لم تنشز المرأة بعد لكن هناك علامات تدل على أن هذه المرأة في عندها تغير، دخلت على البيت كانت تتبسم لا تتبسم، تضع لك الطعام الآن تؤخر الطعام، هناك أمارات علامات تدل على أن هذه المرأة الآن في عندها نشوز، نشز هذه ارتفع، يعني المرأة الآن مترفعة على زوجها. فيسألها الإنسان ما بك لعلي أنا أكون مخطئا، فإذا يعني ظهر له أن هذه المرأة يعني عندها إشكالية، وسوس لها الشيطان، امرأة حرضتها على زوجها، يعظها يذكرها ويخوفها ويرغبها ويحاول أن يعني يرجعها عن هذا النشوز، فإن أبت يهجرها في المضجع، إذا يعني اجتمع في المضجع الآن يدير ظهرها إليه، يدير ظهره إليها ولا يخاطبها ولا يعني يجامعها. فإن أبت هذه المرأة إلا النشوز والإعراض وإلى ما يتبع ذلك، ضربها ضربا غير مبرح، وعلامة هذا الضرب أن لا يضربها على الوجه ولا يكسر لها عظما ولا يجرح لها لحما. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر من ضرب النساء، فجاء عمر قال يا رسول الله ذائر النساء على أزواجهن، ذائر يعني ترفعنا واستعلينا وتعدينا على أزواجهن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ضربهن، فاشتكى يعني قريبا من 70 بيت إلى النبي في الصباح أنهن يعني ضربنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجدون أولئك خياركم، يعني لأنهم لم يصبروا ولم يعني يتأنوا على هذه المرأة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب بيده يعني خادما ولا امرأة قط، لأنه من أكمل الناس، يختلف عنا. واضربهن، فالضرب هذا يضرب المرأة إذا علم أنها ترجع نشوزها، أما إذا علم أنها لا ترجع الآن يعني إما أن يطلق هذه المرأة أو أن يصبر على هذا الأمر إذا كان يصبر عليه. من الأمور التي يصبر عليها مثلا طول لسان المرأة، في بعض الأحيان تعاير، في بعض الأحيان، هذه الأمور يعني غالبة في النساء. أما إذا كانت المرأة تكفر أو كانت المرأة مثلا زنديقة تزني، هذه لا يسكت عليها والإنسان لا يمسكها. فإن أطعنكم، قال تبارك وتعالى في آخر الآية، فالإنسان فما جعل الله لهن لكم عليهن سبيلا، يعني الإنسان إذا أطاعته المرأة ورجعت لا يجوز أن يعني يصر على تعديه. هذا بالنسبة إذا نشزت المرأة. أما بالنسبة إلى نشوز الرجل، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، نشز يعني يترفع عليها، إنسان تزوج امرأة مثلا أكبر منه في السن بعد 10 سنوات بعد 20 سنة، الآن صار ينظر إليها يعني هي ليست بجميلة وهو الآن شاب، فبدأ الآن يترفع عليها وينظر إلى غيرها، أو إعراضا أعرض عنها لا تنجب، لا عندها يعني أمر نقص،
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، صلح بين الرجل والمرأة. تقول له المرأة يعني أنا لا أريد أن تطلقني، اجعلني على ذمتك، وإذا أنت تزوجت يعني اذهب عند تلك المرأة وأسامحك في قسمي، بدل أن تأتيني يوم بعد يوم، تعال وقت ما تشاء أو في الأسبوع مرة. والصلح خير، خير من أن يطلق هذه المرأة الكبيرة في السن أو التي لا تنجب وتكون وحيدة. رجل يعني يأتي إليها خير من لا شيء. وأحضرت الأنفس الشح، أي أحضر الله الأنفس الشح، يعني الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الأنفس بعض الميولات لجهة الحرص، هذا لمن لم يجاهد نفسه، فتجد الرجل لا يريد أن يتنازل عن حقه والمرأة كذلك، فهذا الأمر يعني يجعل الحياة الزوجية تؤول إلى الفراق. فالأصل أن يصلح بينهما صلحا. وقال تبارك وتعالى وإن تحسنوا إلى النساء وتتقوا، يعني أنت لو هذه المرأة لا تعجبك لا تنجب تتزوج عليها وتحسن إليها، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هذا العدل القلبي عفى الله عنه، إنسان يتزوج أكثر من امرأة لا يستطيع أن يعدل بينهم بالمحبة، لكن يجب عليه العدل من جهة الإنفاق والقسم. فلا تميل كل الميل، تميل إلى تلك المرأة بالإنفاق وتبيت فتذر هذه المرأة كالمعلقة، هذا حرام، ويحاسب الله سبحانه وتعالى عليه العبد. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإذا المرأة الناشز لم ترجع، الرجل الناشز لم يرجع، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، والحكم يكون فقيها في باب النكاح، مش شيخ عشيرة أو إنسان متفقه في أمور التجارة يذهب للصلح. الذي يذهب أن يكون الذي يكون حكما، طبعا من العلماء من قال يذهبون إلى السلطان، والسلطان هو الذي يبعث الحكم، كما الآن يعني يحصل في بعض المحاكم الشرعية يتدخل المصلحون المتفقهون في دين الله سبحانه وتعالى، أو أن يتدخل من حكم من أهله يعرفها ويعرفه حتى يعني يكون على بصيرة أن هذا الرجل لا يفتري والمرأة لا تفتري، يكون هذا الحكم وهذا الحكم متبصران بباب أحكام النكاح، حتى يعني ينبهان، حتى ينبه الرجل والمرأة على ما لهما وما عليهما، ويعظانهما ويشيران عليهما بما هو حق في شريعة الإسلام. حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يعني ذهب هذا الحاكم وهذا الحاكم بنية الإصلاح، بسبب هذه النية الصالحة الله سبحانه وتعالى قد يوفق بينهما. فإذا الآن المرأة الناشز أو الرجل الناشز في آخر المطاف ذهب الحكمان ولم يصطلح الرجل والمرأة، وكان من الخير في بعض الأحيان التفرقة بينهما، قال تبارك وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. فيجب المهم على الإنسان أن يعلم أحكام المرأة الناشز، أحكام الرجل الناشز، أحكام الحكمين وما يتعلق بهما، أحكام باب النكاح، حتى هذا الإنسان يعني لا يتعدى على حدود الله سبحانه وتعالى.